بقى انت للنقطه المهمه، انا هكلمك على تغيير في طريقه اللعب اللي قلبت المباراه راسا على عقب، والسؤال اللي كتير ممكن من جماهير النادي الاهلي بتساله، طب احنا ليه ما ابتديناش كده او ليه ما عملناش ده من بدري؟ تغيير بواليا اللي كانت مكان ياسر ابراهيم، واللي من بعدها الجيم اختلف تماما، يعني اللي ساب الماتش قبل التغييره وجي يشوف الماتش بعد التغيير يقول لك ده ماتش تاني، ده قصه تانيه خالص. ما هي التغييره دي دايما لازم هعملها. ليه لازم اعملها؟ يعني كل الناس بتقارن الفتره دي، انا بتكلم حتى بتابع السوشيال ميديا، الناس بتقارن مستر بيتسو موسيماني بمانويل جوزيه في التغييره دي بالذات، لان مستر مانويل جوزيه كان بيعملها دايما. دايما باستمرار الماتشات المتقفله دايما بيخاطر او بيهاجم دايما بكل تقله، فبضطر ان انا اخرج مدافع واحط واحد في الخط الامامي. وده طبيعي في الكوره. انا فرقه دلوقتي عامله تكتل دفاعي، مش هقول لك مثلا نص ملعب، ده عامله ربع ملعب، عامله عند مقفلين عند ال 18. طبيعي ان انا اعمل ايه؟ لازم هزود العدد الامامي، الخط الهجومي بتاعي لازم يبقى هلعب بمهاجم واثنين وثلاثه، وده اللي عمله مستر بتسماني. دي مش تغييره جديده في الكوره، يمكن مثلا احنا عشان مش متعودين عليها بقالنا فتره. ليه؟ الاهلي ما بيحصلش معاه التكتلات الدفاعيه دي كتير، اغلب اللي كان بيلعب الاهلي الفتره اللي فاتت، وبسبب مثلا تضارب المستوى في الفتره الاخيره، وقلنا زي بسبب ضغط الماتشات، فبقى كل اللي بيلعب الاهلي بيلعبوا كره مفتوحه شويه. أيوه. الى حد ما، فما بتلاقيش طمعان، يعني طمعان ان هو ممكن يخطف حاجه من من الاهلي. فالقصه ان انت دلوقتي بتلعب، بيتهيألي انه الجيم اللي بيتلعب مفتوح بيبقى اسهل بالنسبه لنا كتير. اكيد طبعا، يعني انت لما لعبنا مثلا ماتش زي بيراميدز كان جيم مفتوح طبعا، اللي فرق شويه مثلا الطرد. أيوه. ده غير شويه من رتم المباراه وسوء التوفيق اللي حصل في الاخر. تمام. وسموحه نفس الحكايه، ونفس الموضوع يعني سموحه لما لعبت من اول الماتش جيم مفتوح، وصل عندك في اول ربع ساعه تقريبا بكوره او كورتين، وبعد كده لما انت بدات تعدل من نفسك وبدات تضغط من فوق بشكل كامل جبت 3 اجوان في 5 دقائق. بس سيناريو المقاولين، يعني سيناريو ماتش المقاولين هو السيناريو الاقرب للتكرار في اغلب ماتشات الاهلي اللي جايه. انا اعتقد من خلال متابعه الماتشين او اخر 3 ماتشات بالكايزر تشيفز مع في دوري ابطال افريقيا، هو نفس السيستم بتاع ماتش كان مع ماتشين الوداد وكان في ماتش سيمبا برضه، سيمبا نفس العوده ماتش العوده. ايوه، لكن الماتش الاولاني كان بيلعب جيم مفتوح. طب جميل انك متابع كايزر تشيفز، عشان عايز اكلمك عليه، بس عايز اعدي على المقصه بكره. المقصه بكره اخر ماتش في صفحه الدوري قبل ما نقفلها عشان نروح لدوري الابطال. هل من وجهه نظرك انت مع الفريق اللي بيقول انه محتاج العب جيم قوي جدا اتاكد من مستوايا، اتاكد من الخطه او الطريقه اللي انا ممكن اكون اقرب لان انا هلعب بيها مع كايزر تشيفز في المغرب، محتاج اطمن جمهوري، اطمن نفسي، اطمن جهازي الفني، فاقدم مباراه قويه جدا واقدم اداء كويس وسكور كويس، ولا مباراه الناحيه الثانيه المعسكر الثاني يقول لك ايه، العبها واكسبها باقل مجهود ممكن عشان ما ترهقش نفسك او ما تعرضش نفسك للاصابه او ما تعرضش نفسك لان يبقى في حاله اجهاد، والاهم بالنسبه لي 3 نقط على الورق وقصه وانتهت. هي بص يا حضرتك، بس القصه كلها ملهاش علاقه بالمعسكر، ده عنده مميزات وده عنده مميزات، ده عنده عيوب وده عنده عيوب. انت هتلعبها في الطريقه في النهايه بالطريقه دي. بس انا ممكن اخد الحلو من الاثنين. طب قول لي يا كابتن، يعني ممكن مثلا نقول مثلا لازم العب بالطريقه اللي انا ممكن تبقى مناسبه ان انا هطبقها برضو في ماتش كايزر تشيفز، او بمعنى اصح ان انا مثلا دلوقتي انا عندي مباراه مهمه. انت بتقول بتتكلم وانت باني انه كايزر تشيفز هيميل لفكره تكتل دفاعي قدام النادي الاهلي، فانا لازم ابقى عندي ضغط من اول تلت ساعه، من اول ربع ساعه لازم اخلص فيها، واقرب فرصه تجيلي لازم يبقى عندي احراز هدف. طالما احرزت هدف في الثاني يبقى انا كده ريحت نفسي، اقدر اخش بقى على كلام المعسكر الثاني اللي هو هلعب اقل مجهود.